أكد وزير الموارد المائية والري هاني سويلم على أهمية استمرار التعاون مع كافة الوزارات والجهات المعنية لضمان حماية المجاري المائية من كافة أشكال التلوث. جاء ذلك خلال اجتماع لمتابعة عدد من الموضوعات الخاصة بتوفير المناسيب اللازمة لتشغيل محطات الشرب وحماية المجاري المائية من التلوث، حيث أشار وزير الري إلى أهمية تطوير المصانع مدى في توفيق أوضاعها وتحقيق التوافق البيئي والاعتماد على تقنية تدوير المياه في دائرة مغلقة داخل المصنع للحد من استهلاك المياه وتقليل الآثار البيئية على الموارد المائية.